بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، نظمت مجموعة مدارس أجيال المدينة الرائدة بمدينة برشيد والمنطقة حفلاً بحضور ضيفة الشرف الفنانة التشكيلية فاتحة عمرانك الفائزة بلقب برنامج صنعة بلادك لسنة 2023. وقد كان الحفل مجالا للتعرف على الثقافة الأمازيغية باعتبارها إحدى مكونات الهوية المغربية، كما تنوعت الأنشطة بين ما هو ثقافي تربوي وفني عبر تقديم لوحات فنية متنوعة تتجسد في المسرح الشعر الأغنية الأمازيغية الزجل، بالإضافة إلى معرض ضم عدة أروقة للمنتوجات المكونة للتراث الأمازيغي. Dans le cadre des projets de classe et à l'occasion du Nouvel An Amazigh, le groupe scolaire AGL Medina a organisé une fête au profit des enfants de la maternelle pour célébrer la diversité culturelle et l'héritage précieux de l'Amazigh. Nos invités, les professeurs, les parents et les enfants ont eu l'opportunité de découvrir la beauté de cette culture amazigh à travers un musée qui était présenté par Madame Fatiha Amrani et par la suite à travers des chansons et des chorégraphies présentées par les enfants de la maternelle, démontrant leur enthousiasme et leur engagement à partager ces traditions. Ayouz Fellatoun. غساد تينمل نغ لمدرسة نغ أجيال المدينة أرتسكار يتفوقلا يتل احتفالية سأسن السنة الأمازيغية الجديدة أراون تيني غا أسقا سنباركي دغاية الاحتفالية تقال احتفالية تم زوارو تغبرشد يعني لمدرسة نغ أجيال المدينة تم زغاية نبارز تحتفل سيد النير إفادة رسخ الثقافة المغربية أنها تقايت ثقافة يتنوع بزاف ديفاد أن سحبوا الثقافة يدراري من مزينس. فمجموعة مدارس أجيال المدينة طبيعة الحال كان ضمن مشروعها في إطار أنشطتها الثقافية أنها ركزت على هذا اليوم الاستثنائي وهيأت له مجموعة من الأنشطة، أنشطة حاولنا استثمارها بالشكل المطلوب وبالشكل اللائق، وهي تعريف أبنائنا باللغة الأمازيغية وما يتبع اللغة الأمازيغية كمكون أساسي ضمن مكونات التي يزخر بها مغربنا الحبيب. إذن فالكل انخرط من أجل الاحتفال بهذا اليوم كما قلت بالشكل المطلوب وبالشكل المفيد حتى نقرب الجميع من هذا المكون الأساسي في مجتمعنا لمجتمعنا المغربي. إذن فشكرا لجميع من ساهم من قريبنا وبعيد. ويبقى الاحتفال برأس السنة الأمازيغية فرصة للحمة الاجتماعية ومناسبة موحدة للاحتفالات تراثية وثقافية، وهو مناسبة ليتعرف المتعلمون والمتعلمات على التراث المادي واللامادي الأمازيغي أسقاس أمقاس لكل الأمازيغ، والهدف من هذا الاحتفال هو مشاركة الطبيعة في ولادتها الجديدة والابتهاج بدخول عام فلاحي جديد.